بيئة المجتمع، هي ما يختص بمشاكل البيئية في المجتمع بصفة عامة، وفي مادة أخرى ندرس فيها اللي هي الطوارئ البيئية. ممكن هن المادتين هذين اللي يكون فيهن أكثر تأثير وأكثر شغل بالنسبة من ناحية مثلا البيئة، وكانت يعني أكثر شمول بالذات مادة بيئة المجتمع، يعني تشمل المشاكل اللي تخص البيئة كلها، يعني سواء تلوثات الهواء، تلوثات المية، أو مثلا مشاكل الصرف الصحي، أي مشاكل تخص البيئة. الطوارئ البيئية يعني اللي هي المشاكل والكوارث، ومنها كانت الجائحة، وكانت منها الفيضانات اللي صارت مؤخرا في مدينة درنا. فيعني حاولنا نحن قدر الإمكان، كانت يعني كان أمثلة من الخارج تو للأسف من ناحية المشاكل المناخية اللي أصبحت تأثر على يعني أي مكان في الكرة الأرضية. فلذلك يعني أنا نعتبرها أن قصة الفيضانات والزلازل والمشاكل المؤخرة اللي قاعدة تصير عندنا، فنحاولوا قبل نحاولوا نسلطوا كمثال من الخارج قدر الإمكان أن مثلا تسليط الضوء على بعض المواضيع البيئية يكون لها تأثير، يعني قبل يكون على الطالب يكون على المواطن العادي. يعني في من ناحية الإعلام يكون لها اتساع يعني أكثر، نحاول قدر الإمكان أن نعرفه بالمشاكل هذين خارج المؤسسات التعليمية، أنه هو بيعرف يكون عنده المعلومة، بس إيش المعلومة الأكاديمية الصحيحة، ما تقعدش عنده المعلومة الخطأ أو المغلوطة أو اللي ما تكونش مثلا ملهاش الأساس علمي. هو هذا الرأي السائد عادة، إن لما الواحد لما تكون من الناحية الأكاديمية حتى على حسب التخصص يعني أو جميع التخصصات، يعني حتى لو كان مثلا عضو هيئة تدريس ويدرس مثلا في طلبة ومختص بتدريس الطلبة فقط، لكن أنا أعتقد أنه هو يعتمد على سواء التخصص أو الشخصية نفسها. مثلا نحاول ان انا ندير نشاطات سواء داخل مع الطلبه وهيك واعضاء التدريس وحتى المعيدين اللي عندنا في القسم او خارج، او يعني يحاول قدر الامكان ان هم مثلا يتفاعل مثلا خارج والداخل يعني. فمؤخرا يعني محاولات شخصيه بصراحه، الواحد ان هو يحاول ان هو يدير مثلا ورش عمل، بعض الخريجين مثلا يكلموك يقول لك مثلا عنده محاضرة معينة في جزئية معينة في مثلا قسم البيئة وهيك وكذا، فنحاول إن أنا نطلع ونعطي بعض المحاضرات، بعض ورش العمل، محاضرات تعريفية قدر الإمكان، إن فيه ناس مثلا مش فاهمين جزئيات معينة فيحاولوا إن هم نسمعوهم. يعني أعتقد أن يعني متأكدة أن الصحة البيئية أشمل من أي تخصص آخر، لأنها تحكي على البيئة سواء مية، هواء، ولا حتى مثلا التربة، فكلها لها علاقة به. يعني أي خلل يصير فيه في البيئة بنرده إن مثلا كيف نرجعوا له من ناحية الوقائية، من ناحية الصحة البيئية، يعني كيف نحاول إننا نأثر، إننا مثلا نسلط الضوء على مشاكل معينة في البيئة، مشكلة المناخ وزيادة درجة الحرارة وتغيرات درجة الحرارة حتى هو شور الصحة البيئية. أنا نقول لك بالنسبة داخليا بالنسبة للطلبة بش لأن نحن جاتنا فرص إن نحن مثلا ندرس برا ونشوفوا مثلا من الناحية العملية، ذات التخصص بتاعنا قسم الصحة البيئية يعتمد كله، أو أي تخصص أنا نقول لك يعتمد من الناحية العملية، من عضو هيئة تدريس أو الكلية أو اللي هو يعني. ف يعني نطمح إنه هو يكون مثلا فيه شيء عملي يقدر يشتغلوا عليه الطلبة، ويكون عندنا نحن يعني سعة مجالية أكثر من حيث من ناحية البحوث.